استنى يا بابا، استنى يا بابا، كيف الأطفال بتربوا هذول؟ والله ما بعرف. اليوم أنا رح ألعب فات بيبي مع هذا الحلو الصغير. أنا اشتريت وقع عم ارتاح يا حام، أنا تعبان يا حام. أنا آسف، والله أنا آسف سيد طمطم الصغير، أنا آسف كثير. خايف لأني عجبت عليه كثير، إلي ساعة بحاول إني أسوي البداية، هو قاعد بهرباي ونزل تحت الشاشة. اليوم رح نلعب لعبة فات بيبي مع هذا. طلع والله خايف، نزل تحت الشاشة وبدوش يطلع، بس مش مشكلة، المهم إن سوينا البداية. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نلعب لعبة فات بيبي. بس بصراحة أنا اليوم كنت ناوي إني أنزل لعبة هلو نيبر، الجار النفسية، وكمان مع العقاب. شوفوا العقاب شو كنت مجهز، كنت مجهز اندومي الكوري اكس 5، تخيلوا. بس خلاص ما زبطت اللعبة، بظني احاول اني انزلها بس بصراحة مش راضي انها تتنزل، كل ما احاول اني افتحها ما بتفتح. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ احنا هاي اللعبة، لعبة فات بيبي. 1 hour later. اين احنا دخلنا لعبة فات بيبي مع الحلو هذا؟ يلا انزل، انزل يا طمطم، انزل يا حلو. والله شكله مش ناوي ينزل عن ظهري. انا حبيت اني كنت اسألكو عن اسمه، بس خلاص قررت انه اسمه طمطم. هيو منور، منور الغالي، نورت القناة يا غالي، نورت القناة. خلاص معلم، شو كيفت على ظهري؟ انزل. شكلنا لسه مش صحبة، بس صدقوني الا هذا كمان كم من شارة فابين لكو اياه على القناة يكون قد البقرة. هيني مسكته هاي المرة. يلا اليوم بدنا نلعب يا طمطم فات بيبي. خلاص شكله مش عاجبه، شو بدنا نسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنا احنا دخلنا هاي اللعبة، خلينا نخش على سينجل بلاير ونشوف. يا حبيبي انا وين؟ 1 hour later. خلص هيني انا وديته الغالي طمطم، لسه مش ماخذ على الوضع، كمان كم من فيديو باخذ على الوضع وبصير احكي لكم. السلام عليكم ورحمة الله. بعرفش انا سويت بداية ولا لا. هاي هي البداية. شو ماله هذا يا حبيبي؟ شو بقدر اني اسوي؟ طلعوا كيف بالدحرج هذا حبيبي. والله شو الشجره داخله عنا في على البيت؟ والله شكلها اللعبه شوكولولو شوكولولو. انا بعرف انه في هاي اللعبه لازم اني اكل اكبر قدر من الاكل، يعني زي ما انتم شايفين هي فيها هون كوكيز، خلينا اروح اكله. وكل شوي بكبر البيبي، شايفين كيف اسمه فات بيبي، الطفل السمين. خلينا ناكل ونشوف احنا بعدين شو رح يصير. اعطيني هاي الخبزة، هاي انا شفت هون في كب كيك ودونات وكيك وشغلات مرتبة، خليني اكل هذا الكب كيك. نط يا مدير، نط يا مدير، يلا نط يا مدير. ايه طلع شو بسوي؟ منور الحجي، منور بستفرغ الحاج، طلع عبى الدنيا. خلاص شو هذا؟ والله عبى الدنيا استفراغ، الله يقرفه. خليني اطلع انا فوق، طلعني فوق هذا التخت، طلعني فوق، طلع هذا يطلعني فوق. ها ايوه ممتاز، اعطيني هذا واعطيني هذا. خلينا نطلع من هاي الغرفه، بس هاي في هوني شوكولاته، اعطيني الشوكولاته. هاي في هوني حمام، خليني ادخل على الحمام، شو في اشياء هوني؟ في هون هاي في برجر هون، لازم الواحد يكون صحته مرتبه. هاي صرنا احنا الهيلث 23، ما بعرف اليوم كم رح نوصل، يمكن يصير هذا البيبي ياكل بني ادمين، والله ما بعرف. اعطيني هذه التفاحة. ايوه يا سلام، في شي جوا البانيو؟ لا ما في اي شي جوا البانيو. خلينا انزل انا من الدرج، شكلها خفيفة لطيفة هاي اللعبة. انا زي ما حكيت لكم كنت بدي اسوي هلو نيبر، الجار الشرير، الجار النفسية مع الاندومي الكوري. شو اللي صار؟ ابلع ابلع ابلع، شو بقدر اسوي غير هيك؟ والله ما بعرف، عبيتهم استفراغ، شو بقدر اسوي غير هيك؟ والله ما بعرف. بعدي 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 بعدي، منيح ما مسك. شو والله خفت، سلختني. خلاص اهرب اهرب يا غالي، اهرب اهرب يا غالي. اعطيني هالبرجر، اعطيني هذه المصاصة، اعطيني يا بلع. انا قاعد بكبر ولا لا؟ والله ما خلاص تستفرغ يا زلمة، عبيت الدنيا، قرف اللي يقرفك. اعطيني هاي الدونات. ايش في كمان؟ ايش في كمان هون؟ في فوق؟ والله في فوق. نط يا غالي، نط يا غالي، تجننيش. يا حبيبي بعد عني انت، والله العظيم بعبيك استفراغ هسه، والله بعبي الدنيا بعد عني. والله طمطم قاعد بناديني، بس والله حزنت عليه، عجبت عليه ببداية الفيديو، راح احرم اني اطلعه مرة ثانية، وقع مني والله حزنت عليه. خلاص هسه راح اسوي لكم احلى سمكة صلمون، احلى طمطوم. والله اني اسف يا شيخ، والله اني اسف. شكله معصب، طلعني فوق، طلعني. كيف الواحد بده ينط نطة محترمة؟
خليني ارجع لورا شوي زي هيك. ما بدي اطلع فوق، ما بدي اطلع فوق، وديني مكان ثاني. اعطيني هاي التوست، اعطيني اياها. خليني اشوف ده بعد انا عن المكنسه الكهربائيه هذيك. طلع محلى هذا، شو كيف شكله. يلا خليني اشوف هون في اشي اكله، في اشي اكله فوق الكنبه هاي. هاي في هناك كيكه بس ما شفتها عند الباب. صار وزنه 30 باوند، 15 كيلو تقريبا صار وزنه. بدنا اليوم يصير وزنه 100 كيلو او اكثر، ما بعرف كم. يعني اكثر طفل صغير ناصح بالعالم. اعطيني هذا الكيك كمان، صار وزنه هسه 32 باون تقريبا، يعني برضو 15 كيلو. بعد عني بعد عني بعد، كيف بدي اضرب انا هاي؟ بس خلص بعد عني بعد عني. ادحل ادحل من هون، رائع ممتاز. ايش في شيء ثاني هون ولا هون؟ والله شكلها هاي اللعبه راح تهبلنا. اعطيني هاي الكوكيز، خليني اخلص كل اشي موجود في هذا المكان، ما بدي اخلي ولا اي اكل موجود هون. ليش اجتني؟ طلعت واخيرا هنا طلعت. ليش وقعت؟ ايوه ايوه ايوه، اعطيني هاي الكوكيز. هينا خلصنا احنا من هون، وهسه احنا بدنا نطلع برا هذا البيت. خلاص انقلعي انت، والله انقلعي انقلع، والله هذا تهديد. اول ما تشوف المكنسة استفراغ الولد الصغير تهرب. يلا مع السلامة، مع السلامة يا حمامة، مع السلامة. انطلاق، طلع السيارات. شوفي هون بيقدر ياكل الخشب، خلينا نشوف. كل الخشب بيقدرش لسه ما تطورش لهذه المستويات. خلينا شوي شوي اقطع. انا تعليم لجميع المتابعين، اذا بدكم تطلعوا اذا بدكم تقطعوا الشارع، تطلعوا يمين بعدين يسار بعدين يمين وبعدين بتطلعوا وبتقطعوا الشارع، وما بصير فيكم الا كل خير. بعدين بتروح تاكل التفاح من الزبالة. يا سلام يا سلام. طيب ومتى كله اكل؟ متى بدي اكبر كثير، اصير اكبر واكبر؟ حاسس انه راسه صار يكبر اكثر. طلع بقدر اني ارجع لورا. هيا الخريطة، هاي في زلمة هون. شو بصير اذا انا رحت لعند الزلمة؟ يلا حرك بسرعة، خلينا استفرغ عليه اشوف. طلع هاي وقع على الارض. منور منور الحاج. هاي لعبة احلام العصر. شو خلاص مات؟ شو هاي الاستفراغ يا حبيبي؟ ايه طب شو بسوي انا؟ شو بقدر اسوي كمان؟ خلص شكله ما في الا هذول الخاصيات بقدر اني اطلع فوق. والله ما بعرف، لا ما بقدر اني اطلع فوق. خليني اكل، اعبي بطون الصغير هذا. اعطيني هاي الكيكه يا غالي. ايه اوه، اذا صرت اكبر بقدر اني اكل الزباله يا حبيبي. تعال يا غالي، تعال يا غالي. ايوه يا غالي، مع السلامه يا غالي. طب متى راح اقدر اني هي بقدر اكل زباله. يا سلام يا سلام، ايوه هسه بلشت، هسه بلش اللعب الصح. اعطيني هاي، صار وزنه 100 باوند تقريبا، صار وزنه 100 كيلو. طب بقدر اني اكل البشر؟ لا بقدر بس اشرتح البشر انا. والله صار كبير يا سلام. منوري اي اختي، تعالي تعالي لون يا اختي، تعالي تعالي. شو مالك خايفه كلها يعني نتفة استفراغ؟ تعالي لون. تعالي يا غالي، تضربني والله لهينك يا كلب. تعال لون. طلع اي طار. شو هاي اللعبه، انا من ليش مش شايفها من زمان؟ ليش مش شايفه انا اللعبه هاي من زمان؟ طلع الاولاد. والله لكسر روسك وتكسير. اي هذول قاعدين بيضربوا فيي. انقلعوا. والله لكسر راسك وتكسير. ايوه والله لو ارجيكم فيهم لازم نهرب منهم. بعده يا كلاب، بعده عني، خلينا اعبي بطني شوي، بدي استفرغ عليكم. اعطيني هاي الزباله، شوي الكيس الزباله الصغير. يا رب يموت. ايوه مات هذا الكلب. طب انتوا، انا هذا هذول نفسي اكسر روسهم تكسير. اي بعده عني شوي، بعدوا عني شوية. خلينا اعبيهم. راجعة الكلاب، خذوا هاي. يا رب حدا يموت فيهم، مش راضي ولا واحد يموت فيهم. ممتاز، خلينا راجع. تعالوا يا كلاب. طلعوا هاي مطاروا. ضايل واحد. اعطيني هاي الكيكة. ايوه منور، اندعس بينه. والله شكله اندعس، والله ما بعرف. طلع اندعس ولد صغير. شوي المدينة اللي انا فيها. شو مالك؟ هي شو كلكم انتو؟ فيش حدا طايقني في هذا اللعبة ولا شو؟ خلينا ادخل هون. بقدر اسلخ الاكل؟ والله بقدر اسلخ الاكل. بعد يا حيوان، بعد! بعد عنه، والله لكسر لك راسك تكسير. طلعوا هيلي، صار 8 انقلع. مشكلة في انميز كثير،
في اعداء كثير. انا اسف يا رجال، انا اسف يا رجال، انا اسف، انا اسف والله اني اسف، والله اني اسف. لا شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار اخوه؟ خلاص يا حبايبي، مش بيعتوش ذبح، ذبحوني. One day later. هاي جلطتني حتى اللعبة ألف مرة بضلها تقتلني. نهبلت من هاي اللعبة، بدي أطلع برا كمان مرة. أنا بدي أطلع برا كمان مرة. شوف الاحتراف، رجع لي عليها، رجع لي عليها، ينقل عليها مكنسة. كيف بدي أذبحها أنا؟ طيب أجرب زي هيك. صرختني، وين ودتني؟ وين أنا؟ كيف دخلت أنا هون؟ طلع دخلت على الغرفة. جلتشات 2023. بعد عني، بعد عني، بعد عني، بعد عني، بعد عني، بعد عني، ببوس رجلك، بعد عني. خلينا أطلع برا وأشوف دنيتي أنا، أنا هبلت في هذا البيت. هاي المكنسة كرهتني اللعبة. خلينا أشوف هوني قبل ما أطلع على الشارع لعند الذئاب البشرية، الذئاب اللي ما بتخاف. هاي دونت، هاي دونت، خليني ساكت قد ما بخبص في هالحكي. المشكلة بقدرش أطلع، يمكن لازم اني اكون اكبر. لا 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 لا، بعد عني، لازم اطلع فوقها، بس النطة تبعتي قصيرة، قصيرة كثير، ما بقدر اني اطلع. انا هسه بدي انتقم من العمال اللي ذبحوني قبل شوي. خليني اطلع انا هون، نط يا شيخ. ايوه، لا خلاص بديش اياها التوست اللي فوق. خليني اشوف ايش في هوني، في اشي اكله بسرعة هيك تكون على الارض. طلعني فوق هاي الطاولة، لا راجع عليك، خلصت المراجعة كلياتها. ايوه هيني طلعت، هيني طلعت. بديش اخذ هاي الكوكيز، بديش اخذها عن الطاولة هاي الكوكيز. طلعني برا لعند الذئاب البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، هيا بنا لننطلق. خلينا نشوف الوضع هون، زي ما علمتكم لازم تشوفوا يمين ويسار. هاي في هون حديقة، بس انا خايف الانمي يشوفوني الاطفال هذولاك، الاولاد الصغار اذا شافوني والله لاكسر الكراسهم. طلع في واحد هناك، ايوه راجع لي عليه. اسيد ولكو، هذا مش بيبي، هذا بغل، طلعوا شال السور على ما اتوقع. خلينا نشوف، اح والله شال السور. خليني اسلخ هذا. نور شيخي. لا 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 لا، ايش ماله هذا؟ خاف مني ولا بلحق فيي؟ خاف مني ولا بلحق فيي؟ لا ايوه هرب، هرب. تعالوا، ايوه منور شيخي، منور. ايوه ايوه، لا ترجع. هاي الاثنين سلختهم، بطحتهم بطح على الارض. متى راح اصير اكل زباله؟ متى راح اصير انا كبير ابلعهم تبليع كلهم؟ اعطيني المصاصه اللي موجوده تحت. مين الجحش اللي صمم هاي اللعبه؟ فهموني. خلينا ندخل على هذا البيت. هذا البيت نفسه بيتي؟ لا ما اتوقع، لا والله مش نفسه بيتي، ولا نفسه، لا مش نفسه، بيشبه بيتي. طلع انا اكلت كل اشي كان على الارض، يلا بدي اروح اكل زباله. انا هسه يمكن بقدر، لو بقدر اني اطلع فوق اطلع احجام البرجر كبيره اكبر من المعتاد. ايوه نوت، منور منور منور. شو مال براجع؟ طلت اقدر اني ادخل جوا الرفوف كمان. طب مش قادر تطلع فوق الرفوف؟ نوت، ايوه ايوه ايوه، من زمان نوت. ايوه اعطيني هاي الكيكه وهاي التفاحه. خليني اطلع برا هسه، ابن ام واحد يشوفني والله لا اراجع لك عليه، افجر راسه تفجير. لا اندعست كله بسببك، كنت بطلع عليك. انقلع انقلع. لا لا لا، هي كسرت السياره، بقدر اكلها. اوه لما اصير عملاق بقدر اني اكلها. والله في اشياء كثير باي اللعبه، نفسي اختمها باليوم. طلع بصير اقدر اني اكل السيارات. وذا انقلع 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 حيوان كلب. تعال انت كمان. لا لا هف علي هوا، تعالوا. لا خلاص، اسف اسف والله، اسف والله، اسف والله، اسف والله، اسف مش اسف مش اسف والله، لا اكسر راسك. اي بعد عني يا حيوان. شو هذا؟ فعص جوا انا. طلع بقدر ناكل هاي؟ شو هاي؟ بعرفش، بدي اكل، لازم اكل عشان اعبي الهيلث تبعي. الاولاد الاولاد صغار، انقلع انقلع يا حيوان انقلع. في اثنين من الانمي، في اثنين من الانمي، في اثنين من الاولاد الصغار. والله لا لا افجر لكم اياهم تفجير. وين اختفوا؟ خمسة انمي صاروا، خمسة. انا بحكي خليني ادخل جوا البيت واشتري كرامتي انا. والله ارجع 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 ارجع، ادخل. خليني اطلع فوق، لسه بدي اعبي مراجعه. انقلعي انتي.
يلا هات البيتزا هاي. صار وزني تقريبا 100 كيلو زي قبل شوي، زي لما هجموا علي 5 عمال وظلهم يضربوا فيي، بس لسه بدي اعبي كمان وكمان. ايوه كل من كل مكان، من جوا الحمام، من برا الحمام، من وين ما بدك كل، المهم انك تعبي بطنك انت يا غالي. انا اول مكان كنت فيه هون، طلعوا كيف صار حجمي، والله كبرت، انا ما مش ملاحظ اني كبرت. ها بس مش قادر لحد الان اني اطلع فوق امه هذا التخت. هاي طلعت خلاص، هسه بقدر انا اطلع برا هذا البيت. في 50 انمي ضدي بس مش مشكله، هسه انا راح افرتك لكم اياهم. تفرتك، استنى شوي، بدي انا يا حبيبي يجوني يجوني، شايفينهم شايفينهم يجوني. بسم الله الرحمن الرحيم، خليهم يقربوا علي. لا طلع حركت السياره. اسف خلاص بدي ادخل جوا. اسف والله يا شباب، والله اسف. طلعوا سلخوني سلخ. لسه انا لساتني مش جاهز اطلع برا، مش جاهز اشوف الحياه اللي موجوده بالخارج. انقلع عني. لا 50 موت. لا شو اللي قاعد بصير؟ اعطيني هاي. شو اللي صار؟ اي شو هاي اللعبه؟ رجعوا عادوني من البدايه. بديش اعيدها. اذا بدكم جزء ثاني عن لعبه الفات بيبي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. انا متوقع ان هاي اللعبه لسه بدهم يسووا لها تحديثات لانه فيها كثير من الجلتشات. خلينا نجيب طمطم يسلم عليكم ويحكي لكم السلام عليكم ونراضي مع بعض لانه وقعنا في بدايه هذا الفيديو. استنوا شوي. هيو الغالي طمطم كان نايم. اسفين يا ريس، ما بنرجع نزعلك، هذا انا عارف لما يكبر بصير اسد. انا تعبان من الدنيا قاعد بحكي، بس والله اني اسف، ما برجع اعيدها. اذا بدكم المره الجاي نطلع طمطم معنا على هذه الفيديوهات رح يصير مشهور. شكرا لك كثير يا طمطم على انتظارك معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.